طيب يا اخواننا، بعد ذاك الانسان ربنا قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. تاكل منها، في بعض الناس يقول لك تقسمها لثلاثه، لا ما صحيح تقسمها، لكن بس انت تعمل بالاشياء الثلاثه دي، تاكل وتتصدق وتهدي. وفي فرق بين الصدقه والهديه. الصدقه بتكون للمحتاجين، يعني الناس اللي انت بتعرفهم في الحله وضعهم المادي شويه تعبان، ما ضحوا، انت بترسل لهم من الضحيه بتاعتك لفرحه العيد. والهديه بتكون للانسان اللي ميسور الحال يعني، لكن زول صديقك او زول قريب منك او زول انت دار تكرمه بالهديه بترسل له هديه ولو هو مضحي ذاته. انت بترسل له منها فبتهدي وبتتصدق من الاضحيه. دي يا اخواننا بعض الاحكام المهمة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.